رو بتضروا البلد كلها. يزور وفد مصري دولة الإمارات بداية الشهر المقبل لبحث قرار حظر استيراد الفلفل المصري بعد اكتشاف متبقيات مبيدات في الشحنات الموردة إليها، ويضم الوفد ممثلين عن وزارتي الزراعة والصناعة. وقال شريف البلتاجي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن أزمة فساد المنتجات المصرية تكررت كثيرا في الفترة الماضية، ما يؤثر على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فيما أكد هشام الشاعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب استدعاء اللجنة وزير الزراعة لمناقشة قرار وقف استيراد المحاصيل.